نحن الآن في فندق أم القرى على صيل أم القرى على صيل أم القرى وهنا ميزة في الحمام هذا ما شفت في الفنادق هكذا حتى ما شفت في الفنادق خمس نجوم ما شاء الله فرشة الأسنان جيد 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 وهذا إيش هذا على الرأس ضد الشعر والموس يعني هذا واحد اثنين ثلاثة غرفة ثلاثية غرفة ثلاثية لأن هنا ثلاثة أدوات وهذا الحمام ودوش دوش هذا طيب شاي مكتب هنا مكتب هذا يشتغل دائما الناس يطلبون هذا يشتغل في أنا شاي شوكولاتة حتى هذا إبريق أيوه. ثلاجة إبريق وثلاجة وشاهي أيوه. أوه والسيرفيس أوه هذا أوفيس هاي يسمونه أوه هذه الأدوات حتى ثلاجة وثلاجة جميلة وهنا أيضا رفوف سبحان الله مكتب وهذا ايش هذا ايش اها كوتن وال وهذا سبحان الله بعد حلق الراس نحتاج بعد المشكله في الخياط في كل لانه والله هذا سبحان الله لانه في خمسه نجوم انا شفته واحد فقط خمسه نجوم فقط واحد في الغرفة هنا لكل شخص واحد 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 سبحان الله والمصحف ساعات موجودة ساعات شاشة تلفزيون ما شاء الله جد شركة جد شوف هذا برضو جد ايوه شركة هذا برضو جد ايوه عالمية ايوه شوف هذا انظروا يا اخوة الكرام ايوه جد كله جد كله جد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله منظر ومنظر جميل كأني في اسطنبول يعني لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا ضد الناموسة واحد ثمانية واحد أخذ درجة عند البوكينج فإذا حقيقة مركزي مكيف مركزي وغرفة ثلاثية كما تلاحظون ما شاء الله جميل والهدوء أهم شيء هدوء هادي فندق هادي هنا يحبون هذا الفندق أتراك الأتراك يسكنون في هذا الفندق